في مرات وبس عشان نبدا فعاليات المصارعه. احنا عشان مين اخد حته يمين سنه كده. احنا كانوا احنا قاعدين بقى. احنا قاعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه برحب بحضراتكم جميعا في النادي الاهلي، وبنشكر كل زمايلنا الاعلاميين والصحفيين والمصورين اللي حرصوا على مشاركتنا النهارده في يوم مهم، يوم مهم للنادي الاهلي ولكل الاهلاويه ومجلس ادارته وجماهيره ولاعيبته واجهزته الفنيه، في يوم تكريم واحد من ولاد النادي الاهلي المخلصين. قيمه وقامه كبيره في كره القدم، مشوار حافل بالانجازات والبطولات سواء كان داخل مصر او خارج مصر. مشوار مليء بالتالق. كابتن حسام غالي كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر الكابتن. لو اتكلمنا عن حسام غالي مش هيكفي في مقدمه نتكلم عليها، محتاج كتير من الوقت عشان نتكلم على حسام غالي. القيمه الكرويه الكبيره اللي اثرت الملاعب وحققت كتير من الانجازات والبطولات، وكانت خطوه ومثل في مواقف كتيره، مواقف بطوليه ومواقف انسانيه. حسام غالي قيمه وقامه كبيره بالنسبه لنا كلنا كاهلاويه، علشان كده اتجمع هذا الحشد الكبير من الكوكبه المحترمه من الاعلاميين والصحفيين، ومعانا مجموعه كبيره طبعا من النادي الاهلي علشان نكرم حسام غالي ونعلن عن مهرجان اعتزاله، ونقول له شكرا على كل اللي قدمته وقدمته للنادي الاهلي والاعضاء وجماهير النادي الاهلي ولزمايلك اللعيبه. سعداء بتكريمك النهارده وزعلانين جدا عشان هنفتقد قيمه كبيره وقائد محنك ومخضرم لفريق النادي الاهلي في المرحله اللي جايه. علشان كده في قيم كبيره موجوده على المنصه جايه النهارده خصيصا عشان تكرم حسام غالي. معانا الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي والممثل الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي. معانا القيمه والقامه الكبيره جدا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي. معانا الكابتن حسام البدري صاحب الارقام القياسيه او محطم الارقام القياسيه واللي حقق كل البطولات المحليه والقاريه مع النادي الاهلي وحفر اسمه بالنور في عالم التدريب. معانا واحد من انجح مديرين الكوره على مدار تاريخ النادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ. معانا الاستاذ مينا عاطف مدير الشركه المنظمه، والراجل ليه مجهودات كبيره جدا مع النادي الاهلي في السابق وان شاء الله في اللاحق، وهيكون مسؤول عن تنظيم مهرجان كابتن حسام غالي اللي هيقام ان شاء الله يوم 11 مايو في ملعب هزاع بن زايد في الامارات الشقيقه. زعلانين عشان احنا هنودع حسام غالي، لكن مبسوطين ان احنا هنكرم وهنخلد قيم ومبادئ النادي الاهلي، وكل من اعطى للنادي الاهلي واخلص لازم نقول له شكرا. خلينا نسمع مع حضراتكم في البدايه لكلمه النادي الاهلي للاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي. اتفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الصوت شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. بيسعدني ارحب بحضراتكم في هذا المؤتمر اللي كلنا سعدنا ونشرف ان احنا بنكون في هذا اليوم السعيد بلي، يعني مش عايز اقول سعيد لان حسام غالي هيترك فراغ كبير جدا. انا الحقيقه بيشرفني ان اكون ممثل لمجلس اداره النادي الاهلي بتكليف من الكابتن محمود الخطيب اللي بنتمنى له كل الشفاء، وهو الحقيقه كان بيتابع اجراء هذا المؤتمر اول باول، وبالنيابه عن جميع اعضاء مجلس الاداره بنرحب بحضراتكم. الحقيقه تكريم الكابتن حسام غالي، حسام غالي قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي، انجازاته ومساهماته في تحقيق الارقام القياسيه للنادي الاهلي وصل ليها. النادي الاهلي وصل لهذا المستوى العالمي بابنائه اللي بيمثلهم حسام غالي. حسام غالي بيعتزل النهارده، بس احنا بنقول ان شاء الله لازم يكون له دور، وما زال هو له عنده قدر كبير من العطاء. بنت كل التوفيق سواء في المجال الخاص او المجال العام في خدمه النادي الاهلي برضه. الحقيقه احنا بيهمنا المهرجان ده يكون على اعلى مستوى،
وبيتم في الدولة الشقيقة الإمارات العربية. وده أنا بقول النهاردة حاجة بتعود بينا إلى إعادة المهرجانات الاعتزال القيم الكبيرة في هذا المجال، ويكون بداية إن احنا نسترجع كل المهرجانات زي ما شفنا مهرجان الكابتن محمود الخطيب، كابتن أحمد شوبير، يعني كل اللعيبة أو الرموز اللي قدمت للنادي الأهلي. إن شاء الله يكون ده بداية تعود بينا لهذه المهرجانات، وإحنا بنتمنى للكابتن حسام كل التوفيق. والنادي الأهلي الحقيقة ما بيبخلش عن أبنائه في كل الإمكانيات، سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. نتمنى ليه كل التوفيق بإذن الله، ويكون دايما نادي الأهلي وراء أبنائه بإذن الله. شكرا. شكرا للأستاذ خالد الدرداني. الكلمة للكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي لكرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. أولا بشكركم جميعا على الحضور الجميل ده، واللي أنا شايف إن هو يتناسب مع حجم النادي اللي إحنا بنحتفي بيه النهاردة. عايز أقول إن في نمو كثيرة جدا شرفت بتمثيل النادي الأهلي وساهم في البطولات على مدار تاريخه، بس القليل منهم اللي هو يعني بينتصف مدى الحياة بالنسبة له بصبغة النادي الأهلي. ومن هؤلاء النجم الكبير حسام غالي احنا بنحتفل بيه النهاردة. ويمكن في صفات كثيرة جدا بتبقى موجودة بالنسبة للنجوم، إلا إن في صفة مهمة قوي بتبقى موجودة في بعض النجوم اللي هم الأبرز، الشخصية. شخصية بتاعت حسام غالي شخصية راقية كإنسان، شخصية فيها قيادة، شخصية فيها قدرة على إن هي تعبر عن نفسها بشكل جيد، سواء فنيا أو أخلاقيا أو سلوكيا أو رياضيا. النهاردة أنا بعتبر الحياة كلها عبارة عن محطات بتبدأ ومحطات بتنتهي. محطة بتنتهي بيه كلاعب النهاردة، ولكن بتبدأ بيه إن شاء الله في مجالات أخرى حسب رغباته وحسب استعداداته وحسب اتجاهاته وحسب ما يهدف إليه في إن شاء الله في المستقبل، سواء في الناحية الرياضية أو في الناحية الخاصة بالحياة العامة. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله إن إحنا نوفق في إقامة مهرجان يتناسب مع حجمه ومع اسمه، مع عطاءه كبير جدا للنادي الأهلي. ودي اعتقد من احد السمات اللي النادي الاهلي بيتميز بيها في علاقته بنجومه، عمليه التقدير وعمليه الاحتفال بيهم في كل المواقف اللي بيمر بيها على مدار حياته. بشكر الاعلاميين اللي هم ساهموا في ابراز النجوميه، لان النجوميه مستويات، واعتقد ان حسام غالي خد حقه كويس قوي من الاعلاميين، لذلك بوجه لهم الشكر. لان الإعلام هو اللي بيقدر يعكس شكل النجومية للمتفرج وللناس كلها. بشكر حسام غالي على كل اللي قدمه للنادي الأهلي، وبشكره على مشواره الطويل اللي أداه في الملاعب، وبشكر الشركة الراعية لهذا المهرجان الأستاذ مينا نجيب، اللي الحقيقة بيبذل مجهود كبير جدا، واللي كان ليه برضه قبل كده سابقة أعمال مع النادي الأهلي. وفي الاخر وفي الاول بتمنى التوفيق ان شاء الله لكل نجوم النادي الاهلي، واتمنى لحسام بشكل شخصي انه يوفق باذن الله في حياته المستقبليه باذن الله تعالى. شكرا. شكرا للكابتن عبد الشافي. يتكلم الكابتن حسام بدري المدير الفني للاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن انا كلامي على حسام غالي هيبقى مختلف شويه، لان كلنا الموجودين هنا عشنا فتره طويله جدا حسام غالي وحوالين حسام غالي، لكن انا طبعا يمكن عشت مع حسام غالي على ارض الواقع لفتره طويله جدا، وهو صغير وهو بيبدا مشواره الفني، وشفته في فترات بدايته فترات نجومه. واقدر اقول ان اي مدرب بيتمنى ان يكون معاه لاعب زي حسام غالي، صفات كثيرة جدا يتصف بيها، إيجابية ليه كلاعب بشكل فردي للمجموعة اللي بيشتغل معاها بشكل جماعي، فبتساعد أي مدرب بشكل كبير جدا على روح معينة. أعتقد إن احنا بنبقى محتاجينها في النادي الأهلي،
وهي روح البطولة اللي احنا طبعا متربين عليها ولازم تبقى موجودة عند اي لاعب موجود في النادي الاهلي. علشان كده بقول يمكن حسام غالي لو صنفنا حسام غالي بقول النادي الاهلي فيه لعيبة كتير جدا جد على مدار التاريخ الطويل طويل التاريخ المشرف بالنسبة للنادي الاهلي، لكن اقدر احط على قمة الهرم اللي فيه اللعيبة المميزة اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. فحسام غالي طبعا بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في حياته اللي جايه، لانه ادى النادي الاهلي طبعا وحقق بطولات كثيره جدا، وزي ما انا بقول كمدرب عشت معاه فتره طويله جدا بقول ان هو لاعب مميز وفعلا قدر يعمل تاريخ لنفسه، وعشان كده يستحق هذا التكريم الشكر اللي يليق به. وفي نفس الوقت اعتقد ان كلنا بنتفق ان شاء الله بنتمنى ان الاحتفال باذن الله وانا متاكد يليق باسم حسام غالي، واتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في حياته اللي جايه. كل التوفيق لك يا استاذ. شكرا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. السلام عليكم. يمكن في اوقات الواحد كده كويس؟ او عايزك تيجي هنا يا كابتن قدام المهندس. صوت فين يعني؟ سايب ممكن تقفل. يعني في اوقات طبعا بتبقى الدنيا الكلمات فيها بتبقى مش ما بتبقاش عارف او محضر حاجه معينه، يعني غير ان انت تقول ان عشان نقعد القعده ديت او ان الجامع ده كله موجود او الناس دي كلها حريصه انها تكون موجوده، اكيد الحدث بيبقى كبير جدا. وانا قبل ما اتكلم على حسام بتكلم كمان على النادي الاهلي. يمكن احنا نادي طول عمرنا بنحاول بنجتهد عشان نكبر ولادنا ونبقى عندنا حرص جامد جدا جدا انها اجيال بتسلم بعض وان الدنيا كلها بتبقى ماشيه بالشكل ده، عشان كده قيمه ومكانه النادي الاهلي بتبقى موجوده، وان انت بتلاقي لعيب عنده قدرات او مهارات او امكانيات فنيه وكمان بتدور على الصفات الشخصيه بتاعته. يعني فانا مش هتكلم كتير على حسام، ان كلنا عارفين مين هو حسام غالي، لكن اتمنى له كل التوفيق في حياته اللي جايه. زي ما كان انسان هايل جدا على المستوى الفني والمهاري، ان شاء الله الرحمن خطواته اللي جايه باذن الله تكون على نفس المستوى باذن الله تعالى. فان شاء الله الرحمن يوم 11 ده هيبقى يوم جميل ان شاء الله، ان شاء الله انا متاكد من كده، وان شاء الله الرحمن باذن الله يكون بعد يوم 11 متألق ونجم زي ما كان ان شاء الله. توفيق حسام. شكرا للكابتن سيد عبد الحفيظ. الكلمه الان للكابتن كابتن حسام غالي كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر، علشان يقول مهرجان اعتزاله ويقول كلمه للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي ولكل المدربين وزمايله اللعيبه. عنده كلام كتير قوي محتاج يقوله في هذه اللحظات. اتفضل يا كابتن حسام. تعرف له كلام كتير. هو موقف عشان الكابتن زيزو قال لي هو موقف. شرفتوني كلكم بالحضور النهاردة، مش متخيل طبعا الحضور الجميل ده، لكن ده يعني زادني سعادة. شكرا للنادي الأهلي طبعا على تنظيم المؤتمر ده. لو قعدت من هنا لغاية حياتي ما تنتهي مش هقدر أشكر النادي الأهلي على اللي عمله معايا. هو السبب الرئيسي بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي انا فيه دلوقتي، في اللي انا وصلت له، العلاقه بيني وبين جمهور النادي الاهلي علاقه ما تتوصفش. دي من اهم حاجه وصلت لها برده في تاريخي، او اهم انجازات اتحققت لي في مشواري الكروي سواء هنا في مصر او بره مصر. الحقيقه عايز اشكر النادي الاهلي تاني على حاجات، يعني حاجتين بالاخص. اول حاجه اداني الفرصه ان انا انهي حياتي ومشواري جوه جدران النادي الاهلي اللي انا اتربيت فيه، ودي كانت امنيه من امنيات حياتي يعني. فبشكره، بشكر مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب على اعطائي هذه الفرصه يعني ان انا اختم حياتي هنا. تاني حاجه اقامه مباراه اعتزال اللي انا ابقى قادر اودع جمهور النادي الاهلي من خلالها ان شاء الله تقام في الامارات. احكي حكايه صغيره كده بس عشان موضوع الاعتزال ده. جيت 2014 كابتن عبد الصادق كلمني وقال لي حسام الاهلي محتاجك الفتره دي، كان في نجوم كتير اعتزلت وفي نجوم كتير سابت الفرقه ومشت، كنت انا لسه بلعب وكنت بلعب في بلجيكا. قال لي النادي الاهلي محتاج ولاده دلوقتي الفتره دي، كانت فتره صعبه جدا.
فلبيت النداء وجيت. يعني من اول 2014 كان الفرقه بتغير جلدها لسه، كان في لعيبه صغيره طالعه ولعيبه لسه من بره جايه، كان اولاد النادي قليلين قوي في الفرقه يعني، او الناس الكبار الخبره كانوا قليلين في الفرقه. فجيت بدا طبعا الضغوطات عليا تزيد، المشاكل بتكتر، الانتقادات بتكتر، الناس بتنادي ان انا اعتزل في الفتره دي من 2014. اصدقاء لي يكلموني في التليفون يقولوا لي طب ايه اللي بيحصل فيك ده، ايه الناس بتهاجمك هتعمل ايه؟ قلت له سيب اللي يهاجم يهاجم، بكره ان شاء الله اللي بيهاجمني ده هيشيد بيا. عشان هنا كان قوي يعني، دماغي كانت قادره مستحمله وقادره تتحدى وعندها لسه كتير. فمشيت وصحفيين كانوا بيطالبوني بالاعتزال، كان في صحفيين ممكن حد فيهم موجود هنا ولا لا ما اعرفش، كلمني قال لي تعتزل. قلت له انا الوحيد، او في مؤتمر صحفي كان زي ده برده كان بنقدم لعيبه جداد، قلت له انا الوحيد اللي اقدر احدد ميعاد اعتزالي طول ما انا قادر هبقى قادر يعني. دلوقتي والناس كلها بتقول لسه قدامك كتير ولسه قادر وبدنيا موجود وفنيا موجود، بقول لهم لا خلاص هنا. هنا عايز ارتاح خلاص، مش قادر. أنا الوحيد اللي كنت أقدر أقول إمتى أطلع من الملعب وإمتى أبقى قادر أكمل. فإن شاء الله النهاردة أنا بعلن ميعاد اعتزالي الكورة يوم 11/5 في الإمارات إن شاء الله، يعني سامحوني طبعا أنا ما يعني غصب عني. دي حاجة اديتها كل حياتي كورة، كنت عايش من ليها أوس، فدي لحظة صعبة مش سهلة عليا، أتمنى أتمسك أكتر من كده. فإن شاء الله يعني مستني من جمهور النادي الأهلي تشريف إن شاء الله، تشرفوني آخر يوم ليا في الملعب يوم 11/5 في الإمارات استاد عز بن زايد، أقدر أودع جمهور النادي الأهلي إن شاء الله. في آخر مسيرتي دي أحب أشكر كل زملائي اللي لعبت معاهم، مفيش حد بينجح لوحده، ودي دايما اللي كنا بنحاول نوصلها للعيبة، ودي دايما موجودة في النادي الأهلي. النادي الأهلي ما بيعتمدش على نجم واحد، النادي الأهلي مجموعة عمل في الآخر هي بتعمل إنجازات والنجاحات دي. فأنا ما نجحتش لوحدي يعني، نجحت بمدربيني اللي عاصرتهم من أول ما دخلت النادي الأهلي وأنا عندي 14 سنة، كل زمايلي اللي شاركوني وكنت شرفت إن ألعب معهم من وأنا صغير لغاية دلوقتي، بشكرهم جميعا، كل المدربين اللي أنا اتمرنت معهم شكرا ليهم. حقيقة عايز أشكر الكابتن ميمي الشربيني شكر خاص، الراجل ده هو اللي يعني كان واثق فيا وكان مصدقني وكان مصدق إمكانياتي وقعدني في النادي الأهلي رغم إنه ما كانش فيه أي مسابقة ليا أو كان ما كانش فيه فرقة ليا، كنت قاعد في النادي وتهاجم كتير جوه النادي، لكن كان ثابت على موقفه وقال ده لعيب، كان يشوفني يقول لي ده أنت لعيب أوروبي، أعمل أي حاجة يقول ده لعيب أوروبي، وكان بيتحمل كل الانتقادات اللي كانوا بيوجهوها له، بشكره شكر خاص. رسالة لجمهور النادي الأهلي يعني، أتمنى أن أنا أكون ما قصرتش في خلال مسيرتي جوه النادي الأهلي، يعني أشهد الله أن أنا عمري ما قصرت أو عمري ما تخاذلت أو قصرت أتخاذل، كنت دايما شايف جمهور النادي الأهلي وقدامي ودايما كنت عايز أفرحه، عمري ما تخليت على المسؤولية، عمري ما هربت من المسؤولية. فأتمنى أن في خلال مسيرتي اللي أنا قضيتها هنا يكون النادي الناس راضي عني وراضي عن اللي انا قدمته للنادي الاهلي،
وشكرا على حضوركم كلكم، يعني ما كنتش متوقع الحضور الكبير ده، بشكركم تاني. شكرا لكل الكلام الحلو اللي سمعته النهارده، سواء من الاستاذ خالد الدربالي، كابتن زيزو، كابتن حسام البدري، كابتن صعب الحفيظ. اتمنى النادي الاهلي كله النجاح والتوفيق وكثير من الانجازات والانتصارات ان شاء الله في الفتره اللي جايه، ودايما مؤسسه عريقه كلنا نفخر بانتمائنا ليها. شكرا جدا، شكرا تاني على حضوركم الجميل ده، شكرا. شكرا للكابتن حسام غالي. نتكلم الان للاستاذ مينا عاطف عشان يعلن تفاصيل مهرجان الكابتن حسام اللي هيقام ان شاء الله يوم 11 مايو في ملعب هزاع بن زايد الامارات، المباراه الكبرى بين النادي الاهلي وهيئه السلالم. تفضل يا استاذ مينا. مساء الخير عليكم جميعا. احنا شرفنا النهارده ان احنا موجودين في وسطكم لتاني مره في النادي الاهلي، وشرف لينا كبير الكابتن حسام يودينا مسؤوليه مهرجان اعتزاله. كابتن حسام بالنسبه لنا قامه فظيعه في الكره المصريه، وما كناش نحلم حتى ان احنا نبقى جزء صغير في المهرجان ده. طبعا ما فيش كلام اقوله عن كل الكلام اللي اتقال عن كابتن حسام غالي، بس يعني تمام. حضرتك سريع كابتن حسام على المستوى الشخصي والارتكاك معاه بقى سنتين فاتوا. هو كابتن وقائد وشخصية محترمة على كل النواحي جوه وبره الملعب، أكيد دي بره الملعب أكتر. أنا ما شفتش شخصية في الاحترام وفي الجمال ده، ربنا يكرمه وأنا واثق إن ربنا هيكرمه، والشخصية دي هتنجح في أي مكان تكون فيه. يمكن على مستوى الشخصي أتمنى إن هو يبقى يكمل ويبقى ليه دور فعال في النادي الأهلي، بس أنا واثق في أي مكان هو هيكون فيه هيبقى واجه المشاهدين إن شاء الله. بخصوص المهرجان، إحنا نماتش بإذن الله يوم جمعة 11 مايو في استاد هزاع بن زايد. الماتش هيبتدي الساعة 8، بس هيطبق ماتش احتفال بخصوص اعتزال الكابتن حسام غالي. أنا هتكلم المفروض على الترتيبات بتاعت الفريق وسوء الفريق. ممكن أقدم الفريق المفروض فريق نادي الأهلي هيوصل إن شاء الله يوم 9، وهتبقى إقامة في دبي يوم 10 في تمرين قبل الماتش، هتبقى برضه في دبي. الصبح يوم الخميس يوم 10 مايو هيبقى في مؤتمر صحفي قبل الماتش. يوم 11 يوم الماتش هنتجه من دبي للعين على الساعة 4. وبعد الماتش طبعا هيبقى في مؤتمر صحفي اللي هو الكوست ماتش، ويا رب نبقى على قد مسؤولية المهرجان ونفرح قلب كابتن حسام ونشرف النادي الاهلي. وشكرا لكم مرة ثانية. قبل تمرين الكابتن حسام غالي في بعض الأسئلة السريعة بس كده، في سؤال للكابتن حسام غالي من احد الزملاء بيقول: كابتن حسام بعد الاعتزال هل سنتجه للتدريب ام للاداره؟ هو تدريب ما اعتقدش، يعني اتجاهي اكتر للاداره ان شاء الله، لكن امتى وايه المنصب والحاجات دي لسه ما فيش حاجه قررت، او لسه التفكير ما يعني ما وصلش لحاجه معينه يعني ان شاء الله. في سؤال تاني برضو للكابتن حسام غالي، احد الزملاء بيقول لك: ليه انت فقدت الامل بسرعه في المشاركه مع المنتخب في كاس العالم في روسيا؟ يا عمري فقدت الامل، انا دايما عايش على الامل ده، ودايما لو في امل واحد في المليون قدامي انا بشتغل عليه. بس زي ما قلت في الكلمه اللي انا قلتها، دماغي خلاص يعني عايزه ترتاح من كتر الضغوطات اللي عليها. انا لعيب كنت بقول، قلت برضو اديت حياتي كلها للكوره، يعني كنت بجيب على التمرين او اخد يوم راحه، ما كنتش بريحه، كنت بنزل اتمرن مع نفسي. دلوقتي باخد يوم راحه او يومين، ببقى عايزهم 3 و4 و5، فهو ده الميعاد المناسب اللي انا اطلع منه من الملعب. السؤال الخاص بالكابتن حسام البدري، في احد الزملاء بيسال الكابتن حسام: هل الاهلي كان محتاج حسام غالي في المرحله اللي جايه؟ وليه حضرتك لو انت محتاجه ما اصرتش ان يكمل؟ الحاجة الثانية: هل حسام غالي هيكون له دور في باقي الماتشات، ولا بمجرد اعلان اعتزاله
في اتفاق ان كده موجود متاح مع الفريق. دايما كنت بقول ان حسام غالي لسه قدر اعطاء، وان شاء الله اكتر من مره ان هو قادر اعطاء وان انا محتاجه معايا استخدامه، طبعا يبقى ايجابي جدا بالنسبه للفرقه. لا تاريخ الاعتزال مع نهايه الموسم، يعني هو تكريمه حاجه وتاريخ الاعتزال مع نهايه الموسم، لكن حسام هيظل معانا لغايه اخر الموسم ان شاء الله، ونستخدمه طبعا الفتره الجايه ان شاء الله. دي سؤال للكابتن سامي عبد الحفيظ. بسبب حضرتك مدير جهاز الكوره، هل النادي الاهلي بيفتقد القائد بعد اعتزال حسام غالي؟ وايه النصائح اللي انت ممكن تقدمها لحسام غالي وفي مشواره الجاي؟ بص، هو مش كل يوم او كل مره زي ما هي بيجي لك واحد يكون مواصفات معينه، يعني حته المسؤوليه او القياده مش كل يوم بتقابل الشخصيه دي، فده مش سهل يعني. خصوصا في الانديه الكبيره، الانديه اللي هي بتتعرض لحاجات كتير جدا من الضغوط او المسؤوليه ان صح التعبير يعني، وكيفيه التعامل معاها سواء كان مع اللعيبه الصغيره او اللعيبه الجايه او اللعيبه المنافسه او الحكام او الاعلام او المنافسين بشكل عام او ايا كان المنظومه يعني. فمش بسهوله ان انت تقابل واحد تاني عنده المواصفات دي، لكن احنا النادي الاهلي زي ما قلت في البدايه كده بنعرف نعمل دي كويس، بنعرف نكبر ولادنا كويس، بنعرف نحافظ عليهم كويس ان شاء الله يعني. يعني ان شاء الله احنا باذن الله ما عندناش يعني هنفتقد اكيد، وان باذن الله هيبقى اللي جاي بالنسبه لحسام افضل يعني. لكن النصيحه اللي هو لحسام عصام من خلال مسيرته وتاريخه، اعتقد ان عنده مليء بالخبرات والمخزون، سواء كان في التعاملات مع الناس اللي حواليه او المدربين او البلدان او حتى التاريخ والخارج يعني. فانا متاكد ان شاء الله ان الفترات اللي اكتسبها دي هتبقى ثقيله باذن الله، ويعاملوا معايا في مجال قوي ممتاز. في سؤال للاستاذ خالد الدرندلي. في احد الزملاء بيسال، بيقول هل هناك نيه لمجلس الاداره للاستفاده من وجود حسام غالي في المرحله اللي جايه؟ ولا حضرتك شايف؟ طبعا النادي الاهلي عمره ما بيستغنى عن خدمات ابنائه سواء جوه الملعب او خارج الملعب، ولكن دي لسه لم يتخذ فيها قرار. طبعا مش قراري انا ولا ده قرار مجلس اداره ولجنه الكوره، وطبعا الكابتن حسام انا عارف ان ده بيدي لسه عنده كتير، زي ما كان لسه عنده العطاء داخل الملعب، بس هو استعجل شويه، وانا متاكد ان شاء الله انه هيكون له دور كبير، لان حسام غالي الحقيقه شرف النادي الاهلي وشرف مصر خارج مصر محترم بالخارج، فباذن الله كده يكون له دور هيتحدد بقى طبعا مع مجلس الاداره باذن الله. في سؤال خاص بالكابتن رجب شافي. في احد الزملاء بيسال حضرتك، بخبرتك الكبيره حضرتك شايف حسام غالي في مهنه التدريب ولا في مهنه الاداره؟ لا، هي دي ترجع للاستعدادات وشخصيه حسام، اعتقد ان هي مناسبه للجيل، بس استعداده هو ومهاراته هي اللي حدد هذا الاتجاه. ويمكن هو كان بيتكلم معايا من اسبوعين كده، يعني عجبني الموقف اللي بيتكلم بيه، ان هو قال انا محتاج استريح شويه واستنى بحر دي بفكر في الاتجاه اللي انا هاخده. انما اللي عايز اقوله ان زي ما فرق الامكانيات والاستعدادات وشخصيته انه لعيب مميز ومتميز، اعتقد ان هو برضه دي الشخصيه اللي هي اللي بتفضل نفسها على الاستعانه بيها، والدليل على كده ان كل الاسئله اللي سالت حتى الان بخصوصه كلها في هذا الاتجاه. لو الاتجاه ده مش ملموس عند الناس من خلال الشخصيه ما كانتش الاسئله دي بتتم بنفس الشكل، ولذلك هو بقى الرغبه بتاعته الاستعداد بتاعه الاهتمام بتاعته هيوجهها ازاي ان دي ترجع للرغبه الاساسيه بتاعته وربنا يوفقه في اي اتجاه ان شاء الله. في سؤال للاستاذ مين العاطف، مدير الشركه المنظمه للمهرجان. احد الزملاء بيسال، هل في نجوم اخرين مدعوين للمشاركه سواء كان عرب او اجانب، او عايزين تفاصيل اكتر عن مباراه اياكس؟ بديت اعتزال كابتن حسام غالي، قلت ان هو كابتن حسام هو نجم المباراه
في سؤال اخير للكابتن حسام غالي يتحملنا شويه. احد الزملاء بيسال حضرتك انت ليه اخترت اياكس الهولندي عشان يشارك في المهرجان رغم ان انت لعبت في فينورد الهولندي وكان ممكن في النصر السعودي ولينز وتوتنهام الانجليزي؟ والله احنا فكرنا كتير برضه انا ومينا ونادر شاوي اللي قاعد قدامنا الراجل وكيل اعمال اللي قاعد قدامنا ده فكرنا في كذا حد يعني لكن في الفرق عندها ارتباطات في الدوري الانجليزي لسه ما خلص البطوله بتاعته الايطالي برضه نفس الموضوع اسباني نفس الموضوع فكرنا فاينورد طبعا بس عندهم برضه مشكله عندهم ماتشات في نفس التاريخ اللي احنا اخترناه يبقى يوم الاعتزال ان شاء الله فعشان كده كان قدامنا اياكس اياكس نادي كبير طبعا في هولندا كان اقرب حاجه لينا يعني لكن احنا فكرنا في كذا نادي لكن المتاح كان اكثر حاجه وانسب حاجه ونادي ليه كنت في اوروبا وفي هولندا كان اياكس كل اسئله الزملاء بس عشان نغيب الوقت نستاذنكم الان لحظه تكريم الكابتن حسام غالي فضل الاستاذ خالد الدرنداني امين صندوق النادي الاهلي يعطي درع وعلم النادي الاهلي للكابتن حسام غالي كابتن النادي الاهلي علشان نقول للكابتن حسام غالي شكرا على ما اعطيت وعلى ما قدمت للنادي الاهلي وعلى وفاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وشاب غالي قيمه وثقافه جديده وسيظل علامه جديده في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي. كابتن مصطفى كابتن محسن صالح فهو كان كنت انت يعني عز بادئ ما كنتش تلعب كتير في الدوره دي انا كنت زعلان وانا عملت معاك حوار كنت زعلان فقلت لك وانت المستقبل ليك كان شكرا يا استاذ ابراهيم شكرا لك صوره تذكاريه لكابتن حسام غالي استاذ طارق الدين مدير في الاداره اللي حرص على الحضور سيادة العميد محمد بركان مدير التنفيذي للنادي واللي كان يدور كبير في تنظيم هذا المؤتمر وتكريم الكابتن حسام غالي. لو سمحت اللي قاعد على الكرسي ما يصورش عشان الزملاء اللي ورا. بعد اذن حضراتكم نحترم النظام اللي هيصور على اليمين او على الشمال علشان الزملاء في القنوات الفضائيه ما يقدروش من التصوير بالمباشر. شكرا لحضراتكم جميعا للتوفيق للكابتن حسام غالي وشكرا للنادي الاهلي اللي علمنا القيم والمبادئ وتكريمه ويدوى المحافظين شكرا لحضراتكم جميعا.